على ذكر بقى مرعي البريمو، النجم هنيدي من ايام نزل تويتا واتكلم، حط البوستر وعلى دور حضرتك في مرعي البريمو وقد ايه سعيد، وفتح للناس التعليقات، قال لهم علقوا الاف التعليقات، سيل التعليقات من الناس العاديه البسيطه المحبه للاستاذ لطفي. قريت ده؟ شفت؟ اولا شكرا للناس، انما الشكر الاكبر لهنيدي، انه هنيدي قابلني في الفيلم ده مقابلة الابن يا حبيبي لابوه. طبعا هنيدي قابلني في المقابلة دي، كان قد ايه كريم وقد ايه جميل، وامتعني بجو اللوكيشن لفترات. ده حق حضرتك. قعدت 6 7 ايام اصور واروح في الميعاد واعيش جو اللوكيشن. و هنيدي ابني يعتبر زي ابني البكري. وربنا يوفق في الفيلم يا رب. يا رب ان شاء الله ينجح ويكسر الدنيا. ووجود حضرتك وطلتك، الله انا كنت في يخليك. السينما من ايام وشفت، كنت داخل فيلم تاني يعني، وشفت الفيلم التريلر او انا بتاع، ضعيف. بس والله في البرومو انا اتشوقت ان انا اشوف حضرتك في الفيلم ده كرم والله. كبير منك العفو. ومن هنيدي. هنيدي واضح المحبة في القلب قوي ما بينك وما بينه. ابني. ابنك. ابني. تفتكر له مواقف بره التصوير بقى وخفه الدم؟ يعني انا متخيل حضرتك فخري وهو في جلبان. انا وهنيدي تجاوزنا كل، يعني اشتغلنا مسرح واشتغلنا سينما وتقابلنا اصحاب وكل حاجه. تخرجوا تتعشوا؟ ده فعلا؟ جميل. كنت بتروح تاكلوا ايه؟ ده كنت بتروح امبابة؟ ايوه تاكلوا هناك؟ ده يعني عشت انا عشت وهنيدي فتره يعني ما انساهاش في حياتي خالص.